دكتور حسين مليباري، رئيس قسم الأعصاب في جامعة الملك عبد العزيز، مساء الخير. دكتور حسين، كيف بتم تحديد الخطأ الطبي وشو الفرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي؟ يعني الموضوع صعب شائك. نعم. الخطأ الطبي ممكن واحد ينظر له من نظرة، من نظرة المريض أو من نظرة الطبيب. نعم. المشكلة إن اللي بتصير إنه في إمكانات محددة للطبيب وللمستشفى، فيطلب بعض المرات من الطبيب عمل لا يتقنه أو ما عنده إمكانات تسهل العمل. أشير للموضوع اللي صار في عيادة. نعم. يمكن أجبر المريض في حالات مشابهة إنه يعمل عمل طبي خارج إرادته، خارج قدراته، خارج إمكاناته، فبالتالي ممكن يتعرض لخطأ. ما في إنسان معصوم من الخطأ، كلنا خطائين. دكتور حسين، بالولايات المتحدة تؤدي الأخطاء الطبية إلى حوالي 100,000 حالة وفاة، إضافة إلى 1,000,000 إصابة إضافية سنوياً. أدي الوضع عنا بالعالم العربي قريب أو بعيد من هذه الأرقام؟ أتصور أنه قريب من الأرقام هذه، يمكن في حالات لا تعلن عنها. نعم. أو المريض يحجم عن إعلانها، لأنه خلال أعداد الحلقة تعذبت كثير لقيت أرقام دقيقة في العالم العربي ما لقيت أبداً لأن أرقام، لأن الإحصاءات صعبة. إحصاءات صعبة، وفي ناس بيقولوا هذا قضاء وقدر، بالتالي ما فيش داعي لشكوى. بس إذا كان الإهمال واضح أو الخطأ واضح لازم يكون في شكوى، لأن عشان يتعظ الأطباء. طبعاً المشكلة تيجي في العلاقة بين الطبيب والمريض، لازم الطبيب يعرف قدراته، والطبيب لما يعطي علاج بيقول للمريض إيش الإمكانات العلاج وإيش المضاعفات التي تأتي، بالتالي يعرف المريض المحتمل تصير حرارة، ممكن يصير ألم أو شيء، فما يعتبر خطأ طبي، بأن هذا متعارف عليه دولياً وطبيا. شكرا دكتور حسين مليباري. دكتور جو حداد، رئيس لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء في لبنان وممثل نقابة الأطباء في لبنان، اليوم معي بأحمر بالخط العريض واختصاصي في جراحة الكلى والمسالك البولية، مساء الخير. كان عم بيحكي دكتور مليباري أنه الخطأ وارد، ولكن ليه الحكيم بيرتكب خطأ وهو مؤتمن على أرواح الناس؟ أكيد الحكيم ما بيرتكب خطأ عن قصد، يعني نعم. هو الخطأ الطبي بمعناه كل عمل بيؤدي لمشكل عند المريض الحكيم بيقوم فيه إذا ما بيحترم الأصول يلي تبع كل عمل طبي. نعم. كل عمل طبي له أصول، إذا كان الطبيب ما قام بالأصول اللازمة المعترف فيها دولياً بهالعمل بصير في خطأ طبي. دكتور جو، ليه وقت أي حدا يقرر يحكي عن الأخطاء الطبية تستنفر كل الجهات الطبية بالعالم العربي ولا ما تحكوا عن هذا الموضوع؟ مش مزبوط برضو، بس هيدا نحن بنقابة الأطباء في عنا 5 حالات كل يومين 3 في عنا اجتماع للجنة التحقيقات، وعم نتقبل 10 دعاوي بالأسبوع. يعني إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.